السلام عليكم، أسعد الله مساء الجميع بكل خير. أعتذر عن انقطاع الفترة اللي راحت، لكن تعرفون إجازة ومشغل الدنيا يعني شوي، وعلى بداية الدوامات جاني سؤال هو اللي خلاني أصلح الورشة حقت اليوم، اللي هو شلون أصور البخور أو الدخان أو بخار السوائل بشكل يكون واضح بالصورة. طبعا تصوير البخار والدخان يعتمد على نقطتين مهمات، راح أعرضهن خلال الورشة. خليكم معي والله يحييكم. أهم نقطتين لتصوير البخار أو الدخان، أي ممكن، أو بخار السوائل، نقطتين. النقطة الأولى إنه الخلفية اللي تكون وراها تكون لونها غامق، الأسود أفضل شيء طبعا. هذه النقطة الأولى، ليش؟ لأنه أصلا هو مو بأبيض صافي مرة، فلما يكون اللي وراه غامق يوضح أكثر. هذه أول نقطة. النقطة الثانية اللي هو اتجاه الضوء، ما يصلح يكون الضوء جاي مع الكاميرا أو بزاوية قريب لزاوية الكاميرا، لا، لازم يكون من الخلف أو زاوية مقاربة. يعني هنا لاحظوا أن في أسود وبعدين عطوا الإضاءة جاية من الخلف، هنا يوضح الدخان بشكل أكبر. بس هذه النقطتين هي أهم نقطتين بتصوير البخار هو الدخان. أما بالنسبة لموضوعي اللي هو هذه اليوم، أم نبخرة، طبعا زي أنت، أول شيء أنك قبل تحط البخور أو السوائل الأفضل أنك تجهز الصورة وتسوي كم تجربة قبل تحط الأدوات حقت الدخان أو البخور، أو جهز موضوعك الاستوديو وتصور كم صورة وتلاحظ الخلفية إذا هي غامقة ومناسبة تجاه الضوء، وبعدين تبدأ تصور. طبعا تصوير الأبخرة أو العصائر أو أشياء زي كذا يعني اللي فيها بخار، الأفضل مكان ما يكون فيه هواء. يعني أنا عشان أني أصور تو قبل شوية، بوريكم صورة بعد شوية بعد ما أعرض النتائج، سكر التكييف، سكر التكييف وسكر الأبواب، وحتى الحركة اللي يكون حولك، يمكن تلاحظ لو تحرك أحد حولك كثير بتتخرب عليك شكل الدخان أو البخار. فالأفضل يكون ما في هواء مرة نهائي، حاول أنك تمنع الهواء قد ما تقدر. وبوريكم الحين، أنا استخدمت هنا إضاءة واحدة بس، ممكن تستخدم إضاءتين لكن كلها تكون بزوايا من الخلف، واحدة من هنا واحدة من هنا، لكن أنا استخدمت إضاءة واحدة بهذا الشكل، هذه واحدة، واستخدمت معها العواكس. يعني هذا العاكس هنا، لاحظوا هذا العاكس استخدمته عشان يعكس على الخلفية هنا، وهذا العكس الثاني استخدمته عشان يعكس لي على اليد حقت المبخرة هذه. لاحظوا يمكن حتى تلاحظون هنا بالأرضية انعكاس الضوء حتى على الأحمر هنا، والموضوع بسيط مرة. بعرض لكم الحين الصورة والإعدادات حقت التصوير. طبعا استخدمت فتحة عدسة 13، والسرعة الشتر كانت 1/250، الايزو 200، الوايت بالانس طبعا فلاش، وحاولت اني اخذ اكثر من زاوية. بعرض لكم واحدة من النتائج، ولا تنسونا يا شباب من اللايك والاشتراك، والسلام عليكم.